سرع بحضور مشايخنا من يعني ابتداء الاثنين القادم حتى الاربعاء كالمعتاد نفس الوقت، لكن الطريقه كالتالي: اعطونا البوست يا شباب، التصميم بيكون هذا للمشاهدين الكرام، هذا التصميم بيكون في رقم واتساب. طبعا هذه يا جماعه المساله تراهي اضبط واكثر يعني تاكيدا للاحقيه اللي بياخذ السفير، لانه ترى عن طريق الرابط يستطيع الشخص ان يكرر اكثر من مره. اما عن طريق الواتساب كل رقم بناخذ منه صوت، كل رقم بناخذ منه يعني في الاخير صوت واحد. مثل ما هو مكتوب اختر سفير الوقف من خلال ارسال كلمه سفير على الواتساب الرقم. طبعا اكتب السفير فلان الفلاني. الاخوان بعدين يوم الاربعاء بيحصون الاسماء. ممتاز، اذا حطيت كلمه سفير في الواتساب بتجيك اسماء المتسابقين. ممتاز، اختر المتسابق اللي تبي. واضح يا جماعه؟ يجيكم هذا الرقم الواتساب من الاثنين حتى الاربعاء فقط. على الشاشه الان يظهر لكم من الاثنين حتى الاربعاء، يعني ابتداء من اليوم الاثنين حتى الاربعاء بدايه الحلقه نوقف. اذا ارسلتوا كلمه سفير بتجيكم اسماء الشباب كاملين المتواجدين طبعا، واللي سبق اخذوا السفاره راح تكون مستبعده اسماءهم. اختر الاسم اللي تبي، ثم احنا بعدين نجمع الاصوات يوم الاربعاء ونعلن في حلقه الاربعاء من هم السفراء اللي يبدؤون من الاحد الى الاحد. طيب ليش نعلن الاربعاء؟ عشان فرق الدعم والمتسابقين يكون عندهم وقت يهيئون انفسهم للسفاره، فما يكون لاحد عنده عذر. عنده خميس وجمعه وسبت، ثلاث ايام يعني يمديه يعد فيها اللي يبي، ما حد له عذر، لا فرق الدعم ولا المتسابقين. اتمنى الاليه تكون واضحه، وهذه ابتداء من اليوم ان شاء الله. طيب انا لو بصير سفير لهم كلهم انا برا ايش اسوي؟ كفو، انت شخص سفير دايم. اي والله.